إذا خلينا الآن نطلع المعادلة تبعت AC to AC phase controller. الويف فورم اللي بدنا نعملها تتأخر بألفا. بعدين عندي هون بصير هيك. وهاي الآن تتأخر بهذا الشكل. هاي الزاوية سميناها ديتا. وهاي الزاوية سميناها ألفا. هلا ما راح أخذها من النص الثاني لأنه سيمتريكال، فأنا راح أشتغل واحد على باي، هو المفروض أنا أشتغل واحد على 2 باي، أشتق من صفر ل 2 باي وأخذ واحد على 2 باي، بس أنا راح أخذ النص ونص لأنهم سيمتريكال، وراح أشتغل على واحد على باي وراح أخذ 180 درجة، بس هاي من وين لوين بتمشي الويف فور؟ من ألفا لقديش؟ لألفا إذا بدك تسميها ألفا زائد بيتا، مظبوط هي باي زائد القطعة هاي مش هيك؟ بس هي كلها شو صارت في النهاية؟ الفا زائد بيتا مش هيك؟ مش احنا مشينا من النقطة هاي للنقطة هاي، فهذه بتصير الفا الفا زائد بيتا، مظبوط واضحة هاي؟ شو اللي انا بدي اعملها اشتقاق؟ خلينا نفترض انه هاي الويف فورم الار ام اس تبعها هو في اس مش البيك الار ام اس، فالبيك تبعها شو راح يكون؟ جذر 2 في في اس، مظبوط؟ إذا الويف فورم هاي شكلها كساينسويد شو راح تكون؟ راح تكون جذر 2 في في اس اللي هي الار ام اس ساين اوميجا تي، هاي كلها تربيع دي اوميجا تي او دي ثيتا، وهذا كله راح اخذه تحت ايش؟ تحت الجذر، هذا في ار ام اس لود. هذا هاي من وين اجت؟ روت مين سكوير، وين الروت؟ روت جذر. وين المين؟ التكامل واحد على مش هيك؟ احنا عاده بناخذ من صفر ل 2 باي على 2 باي، بس احنا هون اخذنا من صفر لباي او الجزء 180 درجه على 2 باي. والسكوير وينه؟ جذر 2 جذر 2 سكوير مين روت روت مين سكوير اوكي. هلا في اشياء كونسبت بقدر اطلعها برا، هاي شو راح تصير جذر التنين؟ جذر التنين جذر التنين لما اربعها بتصير اثنين، المفروض بطلعها برا شو بترجع؟ بترجع جذر التنين. اذا هاي هون عندي جذر التنين، الفي اس مربعها بتصير في اس سكوير، وقت بطلعها برا شو بترجع؟ في اس. اذا هذول بخليهم الواحد على باي بنخليها هون. هلا شو بدنا نعمل؟ هون عندي الفا الفا زائد باي، بدي اتخلص من الساين سكوير، الساين سكوير شو بتساوي لنا؟ هلا اذا مش حافظها بتقدر تشتقها من الاسس، او اذا بتذكرها ساين سكوير ثيتا بتساوي 1 ماينس كوساين 2 ثيتا على 2. هاي اسهل اني اكملها، بس اتذكر انه اذا ثيتا مضروبه في شيء لما بشتق شو بعمل؟ بشتق الزاويه بضرب فيه، ولما بتكامل شو بعمل؟ بقسم عليه. اذا هذه رح تصير 1 ماينس كوساين 2 اوميجا تي على 2 دي اوميجا تي. ماشي واضح لكل حد هون؟ حولنا اشتقت السكويرنج لحسن اقدر اشتق. هلا هلا هذا 1 على 2 عباره عن ايش؟ كونستنت. لما بكامل الكونستنت شو بصير؟ 1 على 2 بالزاويه بالزاويه او في الثيتا يعني. فبصير عندي هلا هون جذر 2 في اس خلص من هاي جذر التنين في اس، الواحد على باي راح تضلها هون، هلا هون صار يصير عندي واحد على اثنين راح تصير اوميجا تي او ثيتا على اثنين، اوميجا تي هي ثيتا، تذكر دائما اوميجا تي بقدر ابدلها محل ثيتا. بعدين عندي ماينس الكوساين ايش راح يصير؟ مشتقة الساين هي كوساين، اذا تكامل الكوساين صار الساين. اذا هاي راح تصير ساين 2 ثيتا. هي في اثنين اصلا، بس انا ايش لازم اقسم كمان؟ بقسم على اثنين كمان، فبصير عندي على اربعه، كل فاهم ليش قسمنا على اثنين؟ ما كنا نشتغل اشتغل 2 اكس قديش؟ اثنين مش هيك؟ اذا لما بكامل بقسم على الرقم. هلا هون حدود حدود هذا الفا الفا زائد بيتا. هلا بنكمل من هون. اثنين بنحب نطلع الاثنين هاي برا؟ واحد على اثنين، اذا حطيتها هون بتصير واحد على اثنين، اذا طلعتها برا بتصير واحد على جذر الاثنين، بصير عندي جذر الاثنين على جذر الاثنين اللي طلعت من هنا، مش هيك؟ هذول بيشتغلوا مع بعض. بعدين عندي هون واحد على باي، شو ضل عندي هلا هون؟ هلا اول شيء بدي اعوض محل هاي الفا زائد بيتا، وبعدين بدي اعوض الفا، خلينا نشوف هلا ثيتا احنا طلعنا اثنين لازم نخلص من اثنين هاي، فبتصير هذه ثيتا مش هيك؟ محل ثيتا شو بصير عندي؟ بصير عندي الفا زائد بيتا مضبوط؟ ماينس هاي بتصير ساين 2 الفا زائد بيتا، هذا الجزء الاول لا اربعة طلعنا منها اثنين برا شو طلع عندي؟ اثنين بعدين عندي ماينس
ثيتا الفا شو بتصير؟ الفا ماينس ماينس بتصير بس ساين 2 الفا على 2. هلا الفا مع الفا بتشطب مش هيك؟ شو بضل عندي؟ بيتا 1 على باي بيتا ماينس ساين 2 الفا زائد بيتا على 2 زائد. خلينا ناخذ الباي هاي ندخلها بتصير هاي بيتا على باي وهاي على 2 باي زائد ساين 2 الفا على 2 باي. وهون عندي إذا صارت هاي المعادلة، المعادلة بتعطيني الـ RMS. هلا إذا قربنا، إذا أخذنا التقريب وقلنا إنه هاي تقريبا بتساوي هون فاي، صار بإمكاني أحسب قيمة بيتا، مش هيك؟ إذا عرفت فاي، إذا عرفت هاي واعتبرتها إنها هي فاي، شو صارت العلاقة بينهم الآن؟ طلع عليها. ألفا زائد بيتا بتساوي باي زائد فاي، مظبوط؟ مش هاي باي من هون لهون؟ المسافة كلها هاي تطلع عليها شو بتساوي؟ هذه باي زائد إذا كانت هذه فاي من هون شو بتساوي؟ ألفا زائد بيتا. إذا صارت عندي بقدر أحسب بيتا بتساوي باي زائد فاي ماينس ألفا. إذا كانت هذه هون ألفا زي ما قلت هذا تقريب هذا مش شرط أن يكون صحيح.